أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما كما هي نار حامية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش بسم الله الرحمن الرحيم ألقاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا 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 سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ألقاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نار الصلوات